السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة سوق الماشية لنقل أسعار المواشي عبر الأسواق. اليوم رانا متواجدين في سوق أشمرة ليوم الجمعة الموافق لعشرة فيفري 2023. خوتي اليوم راح ننقل لكم أسعار المواشي رغم الطقس والبرد والأمطار، يعني خيرات الله. ما نسيناكمش، راح ندير لكم بعض الاسعار. السوق راهو اليوم مش عامر بسبب الاجواء الممطره. خوتي اللي جديد معنا في القناه، ما عليه غير يدير جيم واشتراك، هكذا باش تحفزونا باش نواصلوا في سلسله نشر هذه الفيديوهات. نبداو الان على بركه الله ان شاء الله. هذا شو عطاك هنا؟ 10650. كنا 10650 في سنتي او هنتو تايو يساوي نيشتيس. هذا شو عطاك فيه؟ خرفان تاع وحمولة تسعة فور زوز وحدة معاك. ايه شري القلم منا 87 عم شطاك في شي هذوك 14 مليون و 3 كور وحده. ايه ايه انتو مش يا شنو شو واحده ماشي وادي وين عاد تايلا ماشي كرسي. ايه شين 34 34 34 زوزي تشرب وزوزي 53 واش عطاوك اخويا 57 57 ايوا واش بايعينو ب 57 مازال مازال ربي يجيب السوق. هذا وين عدو عمي؟ مازال 42 و 30 نس 42 و 30 45 كانت بين الملون حيوم 42 و 30 ها نورمال ربي يجيب السوق. انا 45 و 30
يا ربي بارك واش عطاك اخويا انا 12 مليون كرونتا ولا